واش عرفتوا الحكايه نتاع الليله؟ راه ما يمكنش تجمع فيها كل شيء، يتم استغلال، حبس، فساد، حتى الاجهاض. اي حاجه غادي تحط لكم في بالكم غادي تدوز منها فتاه اللي هي قاصر الى ان تصل للعشرينات، وهي كتخبط ما بين نفسها والقوانين ديال عائلتها المحافظه وصراعات نتاع المشاعر ديالها الى ما اخره. قصه الليله غادي تعجبكم وغادي تستافدوا منها بزاف. اكثر من هذا غادي نحكيها لكم كانكم كتشوفوها في شي فيلم او لا حقيقه. ما تمشوا فين، ما تحاولوش تفلتوا هذه الحلقه، بقاو معايا. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دارك. قبل ما نبداو في حكايه الليله ما تنساش انك تضغط على زر الاعجاب لتحت اللي ما تيكلفك حتى شي مجهود، كتشجعني به، كتفرحني به، وكدير فيه اجر انه هذا المحتوى كيوصل الناس لواحد اخرين كيستافدوا منه. فاش كيرحموا ليا الوالدين كيرحموا ليكم حتى نتوما. خلي ما نطولش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. وحده من المتتبعات سميتها اميمه طلبات مني انني نسميها اميمه، ولكن في حلقتنا اليوم صاحبه الحكايه هي اللي غادي تختار الاسم ديالها. سلمى كتقول قصتي كلها احداث لما كطيحش لكم على البال، وانا في العشرينات حاليا كنحس بلي انني دوزت كل شيء وما بقاش شي حاجه انني ندوز منها. انا تزدت وسط اسره متوسطه الحال، الوالد ديالي كان خدام وسط شركه على قد الحال، ماما من نهار عقلت عليها خدامه في واحد لوزين، من بعد ولات كتخدم مساعده عند الناس، ولكن ما كانش مخصصه حتى شي حاجه انا وخويا اللي صغر مني، موفرين لينا كل شيء. كبرنا وسط واحد العائله هي محافظه بزاف وبما تحمله الكلمه من معنى، بحكم انه كنا ساكنين مع دار جده اللي هما العائله ديال ماما، فكنا مع خوالي وخوالاتي في دار وحده، ولكن كنا معزولين في الفصل ديالنا اللي كانوا محافظين. لكن بابا كان مفشني بزاف واسلوب العيش ديالو معانا كان غير، كنت انا هي الروح والعقل عنده، تيدير لي داكشي اللي تنبغي، كيدينا البحر، كيدخلني للرياضه اللي بغيت. ولكن خوالي ما كانوش يبغيو هادشي، ديما عندهم مشاكل مع بابا على قبلي، لا غادي تخرج عليها، لا غادي تولي داسره، لا غادي تولي هادي. بقينا بحال هكا، بابا مسكين ديما داير لي داكشي اللي بغيت، حتى غادي يجي واحد النهار اللي غادي يطرطق لبابا واحد العرق في الراس وتوفى. وهنا الموت ديالو هرستني بزاف، حيتاش كنت كنجمع معاه، كنت كنشاركو اي حاجه، كان قريب مني بزاف. وهنا لقيت راسي وسط خوالي، ماشي نفس الحياه اللي كان معيشني فيها بابا، هما كانوا مزيريني بزاف، الحانوت هو الاخر ما كنتش نقدر نمشي ليه. الدونتيست، الطبيب، اي حاجه اذا بغيت نمشي ليها خاصهم يرافقوني رجلي برجليهم، اما الصحابات ما كاينينش عندنا في القاموس. تخيلوا اللي جات دقات في الدار تيقولوا ليها راه سلمى ما كايناش، ومستحيل تقولي بلي انك غادي تمشي عند شي صاحبتك تجيبي شي دفساره ولا تراجعي انت وياها. ماما حتى هي الله يهديها كانت قاسحه معايا، وهذا الشيء انا صراحه ما كانش عندي فيه مشكل انها تضرني، غير اذا جلست قدام العتبه ديال الدار ماما كتبقى حاضياني، خصوصا هي كانت حاضيه معايا بزاف. انا تنقول والله اعلم هذا الشيء اللي وصلت ليه دابا يمكن بسبب عدم الثقه وداك الشيء مناش دازت. البنات اللي معايا كلهم مواتهم مخليينهم براحتهم وتيقين فيهم، الا ماما كتبقى حاضياني، عندك فين كلشي يشوف فيك، عندك تهضري معاه، نوضي دخلي، عندك ديري معاه هذا. وكانت بعض المرات كتبقى كضربني غير اذا شفت في شي حد، وانا عارفه بلي انا هادشي كانت ديرو معايا غير خوفا لا نطيح في داكشي اللي ما كتبغيش. المهم استمريت في الدراسه ديالي حتى لواحد الوقت قلت غادي نحبس. واحد السيد عندنا في العائله اللي كنت ملاحظه بلي انني كنت نعجبو، فبدا كيبين ليا في الايام الاخيره قبل ما نخرج من المدرسه، وبدا يقول ليا ندوز من موراك في المدرسه. تقولي فين غنمشيو؟ تيقول لي غنجلسو غنديرو، انا كتبقى صغيره عندي مازال 14 سنه. كان تيقول لي غادي نمشيو نجلسو عندك يشوفونا الدراري خوالك. واحد النهار جا عندي ويقول لي غادي نمشيو نجلسو في واحد الدار عند واحد المراه وما تخافي حتى شي حاجه، راه غير باش ما يشوفوناش الدراري خوالك. قلت لي صافي واخا، ما نكذبش عليكم وما نكرش بلي انا كنت واحد الانسانه ولا واحد نقدروا نقولوا طفله اللي كانت زاعمه شويه ودويسره، ما عرفتش واش هاد ساره نجات على شي حاجه هما سببها ولا انا هكا دايره. حيت اذا قال لي يلا تمشي معايا للدار فالمفروض انني نقول ليه لا، ولكن قبلت مشيت معاه. بقى كيتقرب ليا وانا ما رفضتش نهائيا، خليته حتى وقع اللي وقع وغادي يمشي يغبر واحد 3 شهور. انا داك كنت عارفه بلي انه شنو فقد، ولكن ما كنتش عارفه الاهميه ديالها عند الانثى، لانه ببساطه ما عمرني قريت ولا توعيت في هذا الباب، عمر دارنا ما قالوا لي حتى شي حاجه. دازت 3 شهور على داك الشيء، كنت ماشي حتى لهيه وبحال مرض، وما بقاتش كتجيني الدوره الشهريه عزكم الله. بقيت كنصيفط ليه في الفيسبوك،
فلان اشنو واقع ليا؟ انا غادي نمشي عند شي ناس من عائلتي غادي يجي لعندي وجا حدا الباب وقال لي غادي تمشي ديري التحليله باش نتاكدوا شنو كاين. في الاخير لقينا بلي انا حامله على سن 14 سنه قريبا ندخل 15 سنه. بديت كنبكي وكنطلبوا باش نتزوجوا غير بين ما نتفك من هذا الشيء. قال لي شوفي سلمى انا ما نقدرش نتزوج بك وهذا الشيء خاصنا نلقاو ليه شي حل، وانا راه ما غادي نقول لك لا حيديه ولا خليه. ديك الفاميله اللي كنت جالسه عندهم واحد البنت اللي كانت صاحبتي، قلت لها كل شيء هي بالخلعه ولا ما عرفش، مشات قالتها للماما، ماما ادتني لدارنا وعاودت كل شيء للعيالات نتاع الدار. اما كون عاودت للرجال كون طاحت شي روح. بداو العيالات كيولولو كيغوتو والرجال بحال عاقوا بشي حاجه، غادي يجي واحد خالي غادي يسول شنو واقع باش يغطيو على هذا الشيء. قالوا ليهم راه سلمى فاش مشات عند ديك الفاميله حصلتها مولات الدار كتدوي مع شي حد قدام الباب. ما نعاودش لكم داك النهار شوق عليا. هذا الشيء عرفوا الخبر بلي انني غير هضرت، خالي هبط لعندي وعطاني قتله نتاع العصا. هادشي غير حيت دويت مع دري. تكربت الامور عندنا في الدار، مشات ديك السيده وما رضاوش قدامها. تصوروا عائله محافظه تخرج منهم شي وحده تقول لهم انا راه حامله. انا في ديك الوقت والله ما كنت كنستوعب هادشي كله. بقات ماما شنو نديرو شنو نديرو، خواتي وجده بحال خرجوا من هذا الموضوع وخلوا ماما انها تحمل هذه المسؤوليه. ماما بدورها مشات دوزت ليا وتاكدت باللي انه فعلا انا حامله وعندي 3 شهور، يعني ما بقاش الحل ما كاينش اجهاض. داتني عند واحد المراه بقات تزوق فيها ماما، العار راه حامله وراه باقا صغيره. ديك السيده دبرت لي على واحد الفنيد اللي جابته ليا باش نزلت به داك الجنين اللي كان شبه شفاف مازال بصبيعاته وعويناته. تأزمت من داك المنظر اللي شفت. مشيت للدار وبداو كيغطيو على هذا الشيء. السيد اللي وقع ليا معاه المشكل كان قدوه في العائله، لكن من بعد ما وقع داك الشيء ذنوبي كانهم خرجوا فيه. كنت قاصره ويتيمه وما فهمش بزاف، ويلا كنت داخله في 15 سنه وفوق هادشي كان الصديق ديال بابا الله يرحمه ودار لي بحال هكا. انا صراحه سمحت ليه لانه ربي انتقم منه ووصل لواحد الدرجه اللي كانت بزاف، ولا كيخرج لهم من الدار وكيهرب لهم بالليل ولا مبلي باي حاجه كطيح لكم على البال، علما انه ما كانش كيتعطل حتى شي حاجه. الله يمهل ولا يهمل. وحتى عليا انا غادي ندفع ثمن غالي ديال هادشي وديال حوايج واحد اخرين غيرهم. من مورا هادشي غادي يدوي معايا وغادي يطلب مني السماحه. ما نكذبش عليكم انا واحد الانسان اللي مسامحه بزاف، قلت ليه انا والله حتى سمحت لك من قلبي وفعلا. المهم حبست القرايه في التاسعه وكان عندي حلم انني ندير شي حاجه واحده اخرى، لكن لقيت راسي ملي خرجت من القرايه ما خلونيش باقي باش ندير شي حاجه. كان عقل واحد النهار بان ليا خالي خارج، تبعت وحده الباب وباش نتبعو ونطلب منه شي طلب كانت شي حاجه اللي هي عجيبه، لانه عيني عمرني ما قدرت نهزها في خوالي. مشيت لعندو وقلت ليه عافاك خالي راني بغيت نتعلم الفصاله في واحد المدرسه، وشرحت ليه كل شيء بطريقه زوينه ومؤدبه وحاولت نتقرب منه بحال بابا. غادي يصدمني ويقول لي لا ما يمكنش سلمى. صافي بقيت على هذا الحال ولقيت راسي مزيره بلا قياس. داك الفراغ اللي خلى ليا بابا الله يرحمه وداك الزيار ديال خوالي اللي لقيت كل شيء خنقني. الخروج ممنوع، عيالات الدار ما كيدويوش معايا، الملجأ الوحيد اللي بقى ليا هو الفيسبوك. وبهذا الفيسبوك غادي نخرج على راسي. سمعوا، غادي نتعرف فيه على واحد الدري ما ساكنش بعيد علينا بزاف. تعرفت عليه ولات ما بيناتنا علاقه، عاودت ليه كل شيء على حياتي. خطط انا وياه باش اننا نتزوجوا ونبنيو حياتنا مجموعين. كنت كنتسنى يكمل قرايته باش نقدروا نفكروا في المستقبل. سمعوا غادي تصدموا بزاف، هاد السيد كنت كنتخبى باش نتلاقى انا وياه، كنت تنخاطر، هما عارفيني بلي انني ديما كاينه في الدار. كنت كنتسلت حتى كنحل الباب شويه فاش ماما كتكون خدامه، وكنسد دارنا اللي عندي انا وماما وخويا وكنخرج. لما تنرجع ما خاص حتى شي حد يشوفني داخله للدار. وكنت كنتلاقى انا وياه مره في شحال. هاد السيد طغى عليا وعرفني بلي انني كنبغيه بزاف، وانا دابا حاليا تنقول ماشي كنت تنبغيه ولكن تنشوفو غادي يكون المنقذ ديالي في هذاك العذاب اللي كنت عايشاه في الدار. ما تنخرجش وما عنديش صحابات وما عنديش الحق انني ندوي مع شي حد. كنت كنشوفو هو اللي غادي يخرجني من داك الشيء، ولكن هاد السيد غادي طغى عليا بزاف فاش غادي يعرف بلي انني كنموت عليه. حتى ولا كيضربني وانا معاه في علاقه، خاصني نجاوبو في السونيطه الاولى تاع التليفون، وخاصني كل نهار نفيق قبل منه باش انني نصيفط ليه ميساج تاع صباح الخير. ويا ويلي اذا ما فقتش قبل منه وما صيفطتوش ليه. مثلا باش نقربكم من الصوره واحد شويه، واحد النهار كنت جالسه انا وياه في واحد القهيوه تصورو، كنت حاضره عيني فاش كنت باغا نهزها غادي تلقاو عيني في عينين واحد الدري ما كنعرفوش وانا نحيدهم، غير هما تلقاو مع عينيه. ما عرفتش منين جاتني الدقه بواحد البنيه
في الفخذ نتاعي. تخيلوا علاش جات عيني في عينين داك الدري اللي كانت صدفه اللي ما كنتش انا اصلا مخططه ليها، وهذا الشيء غير شويه بزاف. المهم حاجه واحده اخرى عاوتاني، كان خاصني ديما انا نعطيه الفلوس حيت كان بلي بالحشيش عزكم الله، وكان خاصني انا ندبر ليه على الحشيش بحكم انه ماما كانت ديما كتشري ليا الحاجه اللي بغيتها. اولا تنقولها مثلا ماما راه خصني فلوس باش نصيفط خويا يجيب لي شي ماكله في الزنقه، حيت كيف قلت لكم بلي انه الحمد لله ما كناش مخصوصين حتى شي حاجه واخا كنا على قد الحال. انا كنت نخبي دوك الفلوس اللي كانت كتعطي ليا وكنجمعهم ليه، وكنقول لماما مثلا شري لي شي ساك عجبني، فاش هي كتجيبو ليا كنت انا كنبيعو في الفيسبوك باش نعطي الفلوس. تصوروا تنكون فرحانه غير كنجمع شي حاجه ديال الفلوس كنديها ليه كنجري، هو طغى بزاف ولا كيتعصب عليا كيضربني على ود الفلوس خاصني ديما نجيبهم ليه. حتى لواحد النهار هو يقول ليا ماماك واش كتخدم مساعده منزليه ياك؟ اييه. عندها السارود نتاع الكليانات؟ عندها نتاع واحد الكليانه اللي كانت قديمه بزاف وكانت كتخلي ليها السارود. صافي غادي تعطيني ديك السارود وغادي نمشي لدارها وغادي تكون سلمى هذه اول واخر مره. لا ما يمكنش فلان، ما نقدرش ندير هذا الشيء في ماما وديك المراه حتى هي، حنا كنعرفوها وخيرها سابق علينا بزاف. قال لي لا غير عطيني، بقى كيتخاصم معايا وانا بقيت كنشوف كنقول ما نقدرش نفرقوا على وديت هذا السبب. ما نكذبش عليكم ما متيقاش شنو درت، ولكن عطات لي ديك الساروت. مشى لديك الدار وشفر ايتها حاجه كانت غاليه وشفر حتى الذهب وهو يخرج. فاش كان خارج ما غادي تشوفو غير ديك الجاره نتاع ديك المراه، عيطات لها في التليفون وشرحت لها كيفاش داك الدري كان داير. مولات الدار عيطات لماما وقالت لها راه ولدك واللي هو خويا راه شفر ليها الدار. انا ديك الساعه دارت بيا الدنيا، بدات كتقول ماما غادي نجيب ليه البوليس وبدات كتهددو. انا جاني تاني بالضمير وما قدرتش على داكشي كله، شنو غادي ندير؟ هما اصلا شكوا فيا بعدا، حيتاش اصلا كلشي تيشك فيا بلي انني عندي علاقه بشي واحد. حيتاش نسيت ما قلت لكم بلي انا واحد النهار خرج نتلاقى بهاد خينه، فاش رجعت تلاقيت مع واحد خالي وانا كنحل الباب. فين كنتي؟ يلا بغيت نجاوب. دورني ولقى جلابتي فيها التراب من اللور، حيت كان ممنوع عليا انني نخرج من غير بالزيف والجلابه. المهم هلكني هذاك النهار، سد عليا الدار وبدا كيعطيني، حتى مالين الدار تخلعوا عليا حيت ملامح وجهي ما بقوش كيبانوا بقوه الضرب. المهم من هادي بداو كيشكوا فيا وبحال عاقوا بلي انني عندي يد في هادشي، وانا عاوتاني بقى فيا خويا من جهه خفتو لي يمشي فيها، فشنو غادي ندير يا ربي؟ تخيلوا غادي نوض مع الصباح بكري قبل ما كيفيق حتى شي حد، وحليت الباب ومشيت لاقرب كوميساريه وجلست وقلت لهم عفاكم راني بغيت نعترف بشي حاجه ضروري. داوني عند واحد المراه معاهم اللي عاودت ليها كلشي، واحد دار تشفرات وشاكين في خويا وراه ماشي هو، انا اللي درت وانا اللي فعلت، لكن ما عاودتش لهم الاحداث الحقيقيه. علاش؟ حيت كيف ما قلت لكم كنت نبغي داك خاينه بزاف. قلت لي راه واحد السيد شد عليا شي تصاور كنت كنصيفطهم ليه وبدا كيهددني وعطاتو الساروت باش مشى شفر داكشي، ودابا راه ما عرفش فين خبر هادشي اللي كنت قلت للبوليس. لحد الان تيقوني بلي انا حتى شي حد ما عرف هاد الحقيقه من غيري انا وياه. ماما شكا ياك ما هو مول الفعله وانا كنت تنكر. من بعد ما عرفت البوليس خلاوني نمشي للدار. دخلت في داك الصباح لقيت نايضه الروينه عليا، فين كنتي؟ مشيت عند البوليس عصرفت. اولي شنو قلتي؟ ناض واحد خالي قال لهم والو غادي طيح شي روح اليوم، يا اما هي تخرج من هاد الدار يا اما انا. كلشي كيتباكى وكيغوت بحال شي جنازه عندنا في الدار. ماما هزاتني، فين غادي تديني؟ غادي تديني عند ديك المراه اللي دارت لي الاجهاض. دخلتني عندها وسولتها ياك ما حامله، قلت لها لا راه شنو وقع. خلاتني عندها ورجعت للدار. بقيت عند هذيك السيده وانا دايرين معايا البوليس باش انه نمشي للتحقيق كل نهار مع 7 ديال الصباح، حيت السيده اللي تفرات مازال ما دارتش بيا شكايه. بقيت جالسه مع ديك السيده كل نهار كان تحقيق، حتى لواحد الصباح غادي نمشي وما غاديش نرجع، غادي يشدوني وغادي يديوني للحبس. الدنيا تخلطت عليا، وليت كنقول اش هادشي علاش وصلت؟ مشكل الوليدات عليا ودابا الحبس. صافي كلشي انا دوزتو. هذيك الوقت كانت عندي 18 19 سنه. ماما هاد الوقت ما كانتش في المغرب، حيت قبل هاد المشكل كانت دافعه لواحد الخدمه في برا المغرب. مع المشكل ديالي مشات، ما كانش كيصحاب لشي حد بلي انا غادي نتشد نهائيا وبلي انه السيده غادي تنوض دفع شكايه بيا. وهنا غادي تبدا قصه واحده اخرى وسط الحبس. عاوتاني مشيت بجلابتي والزيف ديالي وما عندي حتى شي حاجه واحده اخرى. من تحت الجلابه كنت لابسه واحد اللبس اللي هو خفيف مع كامصات، حيت ما كنتش عارفه بلي انهم غادي يديوني داك النهار. منين خرج بيا الصطافات من حدا الكوميساريه بانت لي ديك المره اللي كنت جالسه عندها، بقات كتشير ليا بلي زعما ما تخافيش.
اصطفيت غدا بيا وانا تنقول اويلي انا بنضارنا وصلت بيا قضيه حتى الحبس. بقيت غدا حتى وصلت وحيدوا لي التليفون الخواتم ودوزوني حتى الحبس نتاع الرجال. دخلت حتى لداخل اللي تيكونوا فيه الموظفات. دخلت لواحد البيت وجردوني من الملابس ديالي. داكشي جاني قاصح بزاف حيتاش خاصني ندير بعض الحركات باش يشوفوني مزيان لا نكون هازه معايا شي حاجه. داز ديك المرحله وداوني للبيت اللي كان خصني نجلس فيه عاوتاني باش انهم يتاكدوا بلي ما عندي والو وما كنتش هازه معايا الحوايج. حتى دخلت لواحد الشومبره اللي فيها البنات كانوا تيشوفوا فيا. كنت غير تنبكي وتنقول واش بصح انا دخلت للحبس؟ ما استوعبتهاش. الليله كلها وانا غير تنبكي حتى وحده ما دوات معايا. الصباح غادي تعيط عليا واحد الموظفه باش انا نمشي نسني على شي ورق وانا غدا بشويه بدات كتغوت عليا. يلا زيدي قدامي كديروا قد راسكم. المهم غوتت عليا مزيان وانا قلبي بحال بغى يخرج من بلاصتو بالخلعه. عاد استوعبت فين كاينه انا. بقيت غدا من موراها وانا تنبكي حتى وصلت وسنيت على دوك الوراق ورجعت للشومبره ديالي. منين رجعت واحد البنت يمكن واش بقيت فيها غادي تعطيني بيجاما غادي نلبسها وسد جلابتي. تكيت وبقاو تيقولوا لي البنات تما عاودي لينا علاش دخلتي. كنت كنعاود لهم ديك القصه اللي عاودت البوليس والناس. في الحبس كان تيجيهم الملل، كان تيخصهم انهم يخلقوا النشاط مع بعضياتهم باي طريقه باش يبدلوا الروتين ديالهم. ما غادي نبان لهم غير انا، شو غادي يديروا؟ بغاو يديروا ليا شي حاجه باش يستمتعوا. في ديك الشومبره كانت واحد الشافه اللي ما كدير حتى شي حاجه، كتكون غير جالسه كيبقاو كيتسخروا عليها البنات. النهار الثالث بقاو تيخملوا كيصبنوا المناط وكلشي كلشي تيخدمها. انا كنت طالعه بلاصتي الفوق ما كنتحركش وما عندي ما ندير وانا ما غاديش نهبط لعندها باش نصبر ليها حوايجها. اذا جاب الله طلبوا مني انني نعاونهم ما فيها باس. هي ملي شافتني بحال هكاك ما عجبهاش الحال وحلفوا حتى يجبدوا معايا داك النهار الصداع بحكم انهم كاملهم كانوا كيكميوا عزكم الله وانا لا. فنضوا شدوا ديك الباكيه الكبيره نتاع الكارو ديالهم حيدوها وخبوها وبداو تيقولوا فين هو الكارو؟ شكون شافو شكون داه؟ نطقات وحده وقالت حنا كنا تنعرفو بعضياتنا هنا ما غادي تكون غير ديك جديده اللي يلاه دخلات. قلت لها بلي ماشي بصح حيت انا اصلا ما تنكميش. مشيت على نيتي دخلت للطواليط عزاكم الله شدتني من شعري واحد خيتي وتحموا عليا كاملين عطوني قتله نتاع العصا. كان كيتسمع الصداع والهراج. جا ديك الموظفه غير من الباب مالكم اش واقع؟ انا بديك اللحظه حسيت بالحقره ماشي تاع ديك الوقت لا ولكن تاع حياتي كلها. قلت ليها انا راه ما درت والو وها شنو داروا ليا. قلت لي صافي صافي سير البلاستيك هي عارفه شنو كاين ولكن ما تقدر دير والو انا على حق هما كلهم كذابات. لا ما يمكنش ولكن عارفه شنو كاين. بقيت هكا شاده تقاري وما كتجيهم الزياره وانا والو. انا تناكل غير الماكله نتاع الحبس وما كتدخلهم السياره اللي كتجيب لي امها دجاج محمر اللي مطيبه ليها الرفيسه اللي جايبه لها البغرير والمسمن. داك الشيء اللي كيتشهاو كانوا كيجيبوه لهم العائلات ديالهم في السيمانه. ومع انا جات المخاصمه ديالي في الزياره للاسف ما كليت معاهم والو كناكل غير ديك الماكله ديال الحبس وصاف. انا يلا عندي ديك البيجامه وديك الجلابه حتى حد ما كيدق عليا ما كيسول فيا ما تيجيب لي ما تيعطيني فلوس ما كناكل. كانوا مره في كل يومين تيعطونا واحد الفسحه اللي كنخرجوا تما فيها وكنبقاو كنشموا الهواء وكنعاودوا ندخلوا. ملي رجعنا ديك الشافه نتاع ديك الشومبره بحال بقيت فيها نوعا ما بقات كتهضر معايا. قالت لي اجي جلسي حدايا بنتي اجي تفرجي معانا. وهنا بحال بديت كنساجم شي شويه معاهم انسجمت معاهم وليت صديقه نتاع ديك الشافه. وحيت هي ما كتعرفش تكتب وليت انا اللي كنكتب ليها اليوميات ديالها في الحبس. بقينا بحال هكاك ولينا كنضحكوا وتوصل الليل كنا كنطبلوا كنغنيو كنتلفوا الجو وصافي. نهار السبت كتكون ديما السهره في التلفازه كنكونوا كنتسناو بفارغ الصبر باش نفاجئوا على ريوسنا. ملي كتوصل ديك 12 ديال الليل كيطفاو الضوا وخاصنا نعسو. 6 ديال الصباح كنسمعوا السوار طق طق ولابيل كتكوني خارقه في الناس حتى كتقفزي من بلاصتك باش يفكروك بلي انك راكي في حبس. وهما كيشوفوك وكتقولي لهم سميتك وتقولي لهم بلي انتي حاضره. واحد النهار باقا نعقل غادي نتسلف ديك التليكارت تاع شحال هادي من عند واحد البنت معايا باش نهضر في التليفون. نهضركم مع من اصلا؟ ماما ما كايناش. ديك السيده اللي كنت جالسه عندها ما حافظاش مرتها عائلتي حتى حد ما سيق الاخبار. غادي نعيط لداك خينا اللي كنت معاه ودخلت على قبله للحبس. وفاش كنكونوا كنعيطوا كتكون جالسه حدانا واحد الموظفه قلت لي الو فلان لاباس عليك بخير علاش كتهضر معايا بهذه الطريقه؟ بغانا نهضر معاه بالحب وبشويه حيت هذه هي الطريقه اللي كنت مولفاها معاه من قبل في الحبس وما رحمنيش. انا تنقول لي غير لاباس لاباس الحمد لله نقدر قريب انني نخرج. تيقول لي اه صافي صافي. كنت نتسنى يقول لي سمحي لي انا حاسبت من بنا السبب ولكن والو كاينش في هذا العالم. المهم نهار ديال الجلسه
جا باش انا نعرف القرار ديال المحكمه. غادي ندخل ليها اللي كانوا فيها بحال شي بيوتا اللي كانوا كيبينوا مع بزاف من دوك اللي غادي يتحكموا داك النهار. وقدامنا كان مقابلين معنا رجال، كان شافني واحد الدري من بعيد اللي كان هو غادي يتحاكم، وهو يقول لهم سلمى راني تنعرفها ساكنه في الدرب الفلان فلاني، ما عرفتش اش كدير هنا. فهاد اللحظه انا تخبيت بالزربه باش هادشي ما يوصلش للمحيط ديالي ونزيد نتشوه اكثر، واخا ما كنتش صراحه كنفكر في راسي ولكن كنت نفكر في عائلتي، لانه واخا داكشي اللي وقع ولكن واخا داكشي اللي كان واقع كان معروف غير بين العائله، ما كانش خارج على برا. من بعد عيطوا ليا وانا الجريمه اللي درت فيها الجنايات، والبنات اللي معايا تيقولوا ليا الجنايات مستحيل تشد قل من عامين. تخيلوا في داك النهار وانا وسط داكشي تنفكر في داك الشخص اللي انا معاه، تنقول واش اذا خرجت غادي نلقاه باقي كيتسناني كيفكر فيا غيدير بحسابي واش غنلقاه. كانت عندي واحد العقليه راه ما يمكنش، غادي يعيطوا عليا باش نحضر الجلسه وانا في بالي غادي ناخذ عامين وشي حاجه. جلسنا قدام القاضي وكنسمع غير 10 سنين فلان، هذا عنده 6 سنين، هذا 3 سنين، هذا 7 سنين. وصلت سميتي فاش قالها ما سمعش شحال قال عندي. انا داك كنت جالسه حدا واحد البوليسيه، درت عندها قلت لها الله يرحم لك الوالدين عافاك شحال عندي، قالت لي غادي تخرجي اليوم. واش عرفتوا فاش سمعت هذا الخبر راه ما يمكنش بحيله تزاديت. لدابا فاش تنفكرها واحد السعاده كتشدني راه بزاف، بديت نعنق في ديك البوليسيه وكنبوسها وكنقول لها الله يرحم لك الوالدين في هذا النار. وصلت للحبس اللي كاين في طريقي كنشدو كنعنقو كنقول لي اليوم انا غادي نخرج، كلشي تيقول لي نفس الجمله ديري عقلك افلانه ديري عقلك. وصلت للشومبر وعنقت البنات وحده بوحده وبديت كنقول لهم غادي نخرج اليوم غادي نخرج اليوم، بمعنى غدا الصباح. ديك الليله دوزتها نشاط معاهم وكنقول لهم غادي نتوحشكم. داكشي اللي دوزو عليا نسيتو حيت اي وحده دخلت جديده كانوا كيديروا لها نفس القضيه. وصل الصباح جمعت راسي، اصلا ما كانوش عندي حتى الحوايج اللي ندي معايا، تعنقت معاهم وحتى الموظفه غادي نعنقها وكانت سعاده من نوع اخر. عامين سورسي خديتها بفضل ديك المراه اللي تنازلت ليا وبفضل الكذبه اللي كذبت، حيتاش كون قلت بلي انه عندي علاقه معاه وانا اللي عطيتو الساروت بخاطري كنت غادي ندوز عامين ولكن ماشي سورسي. حمدت الله وشكرتو حيتاش خرجت من هذا الحبس ولقيت ديك المراه كتسناني حدا الباب ديال الحبس، اللي من بعد غادي نكتشف بلي انه ماما كانت كتصيفط ليها الغراق ديال الفلوس باش انها تجيبهم ليا باش تخلص المحامي باش تشري ليا ما ناكل باش تشري الحوايج، ولكن ما كانتش كتعطيهم ليا. غمضت عيني على هاد الامور، لكن القصه ما كتساليش هنا، بالعكس هنا غادي تبدا مرحله واحده اخرى من حياتي واللي حتى هي ما كانتش في الحسبان. وقصه واش من قصه، شنو درت من بعد الحبس، فين تلاحيت، اش تلات بيا، شنو خدمت، والتفاصيل كلها الاخرى اللي بقات غادي تعرفوها غدا ان شاء الله. هذا هو الجزء الاول اللي كان تاع حكايتنا الليله. انا عارفكم بلي ما كيعجبكمش انا نقسم القصه، لكن ما يمكنش نحط ساعه لانه طويله، فكنوعدكم بلي انه النص الثاني ما غاديش نخليه لكم حتى بعد غدا، ولكن غادي نحطو لكم غدا، واخا ما كراش نحطو لكم دابا نيت، ولكن غدا ان شاء الله. وهذاك الجزء واهلي واش من جزء، مرحله واحده اخرى من شي حوايج ما كيخطروش لكم على البال. فما تنساوش انكم تخليو تعليق لهذا الجزء الاول لسلمى باش تقراه، وغدا غادي ندوزو للجزء الثاني اللي ضروري خصكم تسمعوه. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو غدا، ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب. سلام سلام.